بدي صوت لرئيس الجمهورية لأنه ما بحبش البهدلة، هاي البهدلة اللي بيحكوا بيقولوا عنا، ما بحب طلع صورة بلادي مش حلوة. يعني أنا بشغلي يعني أنا هن كتير بيساعدوني، بس إنه غيرهم ما حدا ساعدني. يعني ما في مرة بتطلبي منهم طلب بيقولوا لك لا، كان مادي كان معنوي كان للمعترين كان بالأدوية كان بكل شيء. أشخاص خدميني مش مرة واثنين وثلاثة وأربعة، مجربينهم كذا مرة. يعني بكون عندنا مشكلة بيحلوا لنا إياها، مش مرة واثنين يعني. وأنا يعني مقتنع بخطهم يعني. إيه نحن رح ننتخب الكتائب. أنا 50 سنة حزبي كتائبي وما بغير، وما بقدر أغير لأنه ربيت على الصدق والدغري. وعندنا رئيس اسم الله ما بينترك ابدا، لانه شخص كتير عم بيشتغل لوطنيته للبنانيته للتضحيات اللي زهرت منهم، وخاصه بحزب الكتائب. عم بقول لك انا مره فقيره ومعطره على اساس اذا كان في بيعملوا لنا شيء على التجديد، في شيء بامل، في شيء يغيروا لنا هالوضع، ليش لا؟ والا انا مره ارم اللي معطره وما قاليش حدا، مقطوعه من سجره، ولكن موديل ولكن نطره بوسطه لاخذ اكل. لا، الاشخاص اللي الي ثقه فيهم واللي بينوا على الصيحه انه هن من جهه المواطن لجهه اعاده الاموال المنهوبه والسرقه اللي صارت والتدقيق الجنائي، هودي ما نعرف مين كيف راحوا. هذا جنى عمرنا، هذا تعبي وتعب مدامتي كل العمر، يعني عم يشحتونا هن 400 دولار بالبنك، كيف منعيش؟ هيني كسر ايدي، دافع فوقي وتحتي لحتى سويتها. ما النتيجه هي ذاتها، ما راح بنظري ما راح يتغير شيء بالبلد. يعني الكتل بتضل هي ذاتها، بس بيزيد او بينقص منه شيء ثاني مش اكثر ولا اقل. اذا رحنا انتخبنا هي ذات الخبريه راح تكون. صارت العيال اللبنانيه كلها بحاجه، الشيء اللي وصلنا له غير معقول.